هيا بنا نجوب العالم بحثا عن حيوانات طريفة لنقدم لكم برنامج أطرف الحيوانات في العالم، البرنامج الذي لا يعض أحدا. تعرفوا معنا إلى القطة ذات الرأس الورقي. وإلى كلب لديه مشكلة مع البريد. وإلى بعض الطيور المهتمة بالأخبار. كل هذا والمزيد مع ورد الخاك. مرحبا وأهلا بكم في برنامج أطرف الحيوانات في العالم، البرنامج الذي جمع أجمل المشاهد والمواقف العفوية لحيواناتكم والتي التقطتها عدسات كاميراتكم. ربما تتساءلون لماذا أقدم هذا النوع من البرامج. بصراحة واختصار، اهتمامي وحبي للحيوانات هو السبب. لن أطيل الكلام، أؤكد لكم أنكم ستمضون أوقاتا ممتعة برفقة برنامجنا. هل تعتقدون أننا وحدنا نهتم بلياقتنا البدنية؟ أنتم لا تعرفون الحيوانات وتحديداً الكلاب التي سنشاهدها سوياً وهي تمارس الرياضة كالملاكمة وحمل الأثقال وغيرها. لنشاهد معاً. تحب الكلاب الحفاظ على لياقتها أيضاً، لكن لا ينبغي أن يبدأ كلب وزنه 5 كيلوغرامات بحمل ثقل يزن 10 كيلوغرامات. إنه مستعجل لبناء عضلات جسمه لأن كلب الجيران رمى وجهه بالرمال الأسبوع الماضي. هذا الكلب يمارس الرياضة في المنزل وهو ليس بحاجة إلى آلة رياضية باهظة الثمن. شيء ما يخبرني أن هذا الكلب مصاب بالحكة. بعض الحيوانات تفضل رياضة الهرولة، لكن قد يكون ذلك مملاً ما لم تقم به مع أحد الأصدقاء. أسمعتم بتمرين ضرب الجدران؟ لا ربح من دون ألم. الحيوانات التي ليس لها صديق تتمرن معه قد تجد شريكا مناسبا في المرآة. إنه يسدد اللكمات نفسها تماما. أوه، تلك المرآة تسدد لكمات قوية. الرياضي المخضرم لا تنطلي عليه إعلانات الآلات الرياضية المعروضة على شاشات التلفزيون، كتلك الآلة التي تعلمك الوصول إلى أهدافك دوماً. لسوء الحظ، هذه الآلة تبقي هدفك دوماً على بعد ثابت من وجهك. وسيلة أخرى للحفاظ على اللياقة هي بالاشتراك في رياضة تنافسية. ترون هنا مجموعة من الكلاب تلعب كرة الطائرة على نحو غريب. وما يزيد من غرابتها وجود الشبكة الفاصلة على مسافة ميل. أها، وهذه طريقة أحد الفصائل في تطوير التناسق بين يديه وعينيه. ويبدو أن الكلب يستمتع بوقته. إذا لم تنتبه الكاميرا لوجود حصان بيننا أثناء مقابلة تلفزيونية في حلبة للخيول، ترى ماذا يفعل الحصان ليسرق الأضواء من مروضه ويثير انتباهنا؟ خاصة إذا كان هذا الحصان من محبي الشهرة. الجواب في هذه المشاهد. الحصان التالي يلجأ فقط إلى الاستهزاء الواضح. First of all, we need to take out those that we can explain for other reasons, and then consider whether there really is
والآن مع بطل حلبة السباق. Having said that, there are sides that I could perhaps be critical on their business as well. شاهدوا كيف يسرق هذا الحصان الأضواء أمام الكاميرا. يظن البعض أن النعامة تضع رأسها في التراب إذا خافت، لكن الحقيقة أنها تبحث عن طعامها. أما مجموعة النعام التي سنشاهدها الآن فقد تخلت عن خوفها وعن البحث عن طعامها سعياً وراء الشهرة. Hello, I'm Alvin Hall. I'm sorry, I'm not gonna focus. Okay. Ready? Many investment schemes sprang up to take advantage of this investment opportunity. One scheme promised investors a 50% return on their investment within 1 year. Oh, well. One scheme offered investors a 50% return on their money within 1 year. To me, that would have been a warning sign. Nonetheless, 4,000 investors plunked down 20 million pounds, seeing signs of pounds in their future. Several investment schemes sprang up to take advantage of this fabulous investment opportunity. Several schemes sprang up to take advantage of the financial potential of these birds. One scheme promised investors a 50% return on their investment within 1 year. To me, that would have been a warning sign. Nonetheless, يعالج الطبيب البيطري الحيوانات المصابة بأمراض عضوية، ولكن أين هو الطبيب الذي يستطيع أن يفسر سلوك هذه الحيوانات التي سنريكم إياها الآن؟ هامستر وعجلة التمارين، ما الخطأ في هذه الصورة؟ تيبي لديه عجلة تمارين أيضاً، لكنه لسوء الحظ هي في ذهنه فقط. ليست المشكلة استياء الكلب من مروحة السقف، لكنه يهذي معتقدا أن المنزل يدور حوله. سكوتر يكن خضما شديدا لموسيقى الديسكو لدرجة أنه يهاجم الضوء المنعكس من المرآة. مسكين هذا الكلب، لا يعرف ماذا ينتظره داخل الحذاء. رائحة فظيعة. لا أظنه سيعيد الكرة. لا، فعلها ثانية. أو الدرج. لعل أحدا ما نسي إخراج القطة من الكيس. الجميع يكره البريد السيء، وهذا الكلب واحد منهم. لست بحاجة إلى منظفات السجاد، لا أريد الانضمام إلى نوادي هواة التنزيه. وماذا؟ الخدمة في هيئة المحلفين؟ يبدو أن حيواناتنا لديها بعض الأمور عليها أن تسويها. لم يعجبه أنفه الطويل، فراح يجرب طرقاً لكي يعدل من شكله. ألا ينصحه أحدكم بضرورة إجراء عملية تجميل؟ حالة فريدة. هذا الكلب يعاني مشكلة مع الثقة بنفسه،
يشعر أن وجهه لن يكون منبسطا أكثر مما هو عليه. هذا الكلب يعينه طبيب نفسي منذ فترة، والخبر السار هو أنه توقف عن طرق وجهه بأرضية الشرطة الإسمنتية. سنشاهد الآن كلابا محمولة سعيدة، وطيورا مهاجرة، وذيولا متنوعة. وبعض القصات الخطرة. عندما نصطحب حيواناتنا إلى مركز الرعاية، كل ما نعرفه هو أنها تعود نظيفة وجميلة، ولكن أثناء تنظيفها تجري أمور أخرى ربما أكثر طرافة. إنه صباح يوم السبت في محل التجميل، حيث تدور الأحاديث وتكثر النميمة أيضاً. هذه قصة مميزة وتجاري الموضة، لكن يبدو أنه مجبر على تقبلها. هذا الكلب على عجلة من أمره. متى يحين دوري؟ لا أعتقد أن شعرها أجمل من شعري، إنه مصبوغ. سمعت ما قلته، ولمعلوماتك هذا هو لون شعري الطبيعي. إنك تغرين مني ليس إلي. ماذا تفعلين بهذا؟ لا تستعمليه هكذا، لا أرجوك. بروية بروية، احترسي بروية، احترسي أرجوك. لماذا يجري؟ هي هزة أرضية أم ماذا؟ أنا النجدة. مللت الانتظار. هاي، أنا أسمع جيدا، لا داعي لتنظيف أذني. تلك المسكينة اضطرت للذهاب مرتين إلى الحلاق لتغيير لون شعرها. دخلت الحيوانات مجالات الدعاية والإعلام، واستعان بها مروجو البضائع والسلع، وذلك بأسلوب لا يخلو من الطرافة والابتكار. إليكم آخر الأفكار في هذا المجال. الفخذاء رائعة أمي، والملفوف شهي جداً. أعطيني كوب ماء. في متاجرنا لدينا ملابس وإكسسوارات لكل ما تحتاجون إليه لكل أفراد العائلة، وكل ما تحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة في هذه الأيام. في متاجرنا التوفير هو ميزتنا. ما رأيكم لو شاركتنا الحيوانات في حملة ندعو فيها المدخنين إلى الامتناع من التدخين؟ ترى كيف ستفعل ذلك؟ من بين كل الأعقاب في العالم، هذه أبشعها. احتاج بعض المعلمين إلى الفئران كي ينجحوا في ترويج سلعتهم، فكانت فكرة هذا الإعلان. Thank you.
Welcome to Wausau, where everyone and everything. التأمين المثالي لمستقبل مضمون. يحب الجميع أن يشاهدوا ما تلتقطه العدسات من مواقف طريفة، فيظهرون إعجابهم بابتسامة جميلة. لكن ألا تحب الحيوانات أن تشاهد هذه المشاهد أيضاً؟ حسناً، طردت ديلك، استمتعت بتدليك منعش وأخذت قيلولة. ألا تتمنى أن تفعل شيئاً مثيراً في بقية النهار؟ بوسعك ذلك الآن بفضل هذه اللعبة الجديدة المذهلة، الدلو الودود. يمكنك دحرجته، قلبه، وضعه على الرأس، أو اللعب به حتى تفقد وعيك. أهلاً، أطلبه الآن وستحصل أيضاً على البرميل الودود وعلى البرميل الجديد كذلك. قل لصاحبك إنك لن تكف عن العواء حتى يشتري لك الدلو الودود. والآن مشاهد مشوقة تحبس الأنفاس. بطة همها الوحيد إطعام الجائعين، وأم كل الأبقار. رحب أصحاب هذا المنزل بزائرين غريبين وسمحوا لهما باستعمال حوض السباحة، ولكن النتيجة لم تكن في الحسبان. ما أجمل أن نمشي في صباح يوم خريفي جميل ونكتشف أن طيورا برية قررت أن تتخذ من باحة منزلنا الخلفية موطنا لها. وما أجمل أن نرى أفراد أسرة البط التي استقبلناها تكبر أمام أعيننا. طبعا نطعمها ونغدق عليها حبنا ونستأجر عامل تنظيف ينظف لها المسبح، لكنه يأتي اليوم المحكوم الذي يكبر فيه البط ويغادر أعشاشه. لقد تغير الموسم، وذلك المسبح الذي كان مزدحماً من قبل بات فارغاً الآن. أولن يكون جميلاً لو عادوا ثانية؟ انظروا، لقد عادت العائلة، ويبدو أنهم أحضروا بعض الأصدقاء. حسناً، ربما أكثر بقليل. حسناً، لقد جلبوا كل أعداد البط الكندي. حمداً لله أنها من نوع البط وليست حيوانات مفترسة. إلى أي حد نستطيع الاعتماد على حيوان في توزيع الجوائز عقب سباق ما ضمن مراسم معهودة؟ هذه المشاهد تعطينا الأمل باستخدام الحيوانات مستقبلاً في مراسم توزيع الأوسكار مثلاً. أهلاً بكم إلى حفل توزيع جوائز الإنجازات الحيوانية 43. هذا هو الحفل الوحيد الذي يقدم جوائز عن إنجازات لا جدوى منها. هذا الكلب نال جائزة أفضل ممثل عن أدائه المميز في مسرحية قصة الأمير تشارلز. وهذه جائزة أكثر طيور البط كرماً عن فيلم بركة أو بحيرة. هذه البطة هي النجمة الوحيدة التي تؤمن بالعطاء للمجتمع، حتى لو كان ذلك طعاماً من صحنها الخاص. جميل للغاية. هذا الكلب فاز بجائزة أفضل تقليد لتعابير وجه لاعب الهوكي. ما
يميز حفل جوائز الإنجازات الحيوانية هو أننا لا نعرض عليكم الفائزين فقط. واضح أن ترشح هذا الكلب لنيل الجائزة لم يكن كافياً. والآن هناك من سيحصل على جائزة أفضل ممثل بديل لشخص أتقن ببراعة تقليد دور الحيوان. يا لك من سيدة خاسرة. لا نريد أن نطيل عليكم، لذلك نراكم في الحفل المقبل لتوزيع جوائز الإنجازات الحيوانية. لا أنصحكم بأن ترهقوا حيواناتكم أثناء النهار إن كنتم تريدون أن تسهر معكم مساء. إن لم تأخذوا بهذه النصيحة فهذه هي النتيجة. أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة. لكم منا أجمل الأمنيات حتى نلتقي مجددا. إلى اللقاء.